السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بوضع أو حل هذا الامتحان، يعني الحل المقتبس من جامعة هويري بومدين مات أ، الحل الرسمي. إذا مباشرة نبدأ بالتمرين الأول. ماذا قال؟ قال دوني لا كونترا بوزي دو لا بروبوزيسيون أ المعطاة هنا، والسؤال الثاني مونتريكو أ إيفري. ثم قال بسط هذه العبارة واحسب هذه النهاية. إذا تابعوا معنا كيف ذلك. هنا قال لا كونترا بوزي. إذا لا كونتخابوزي ما هي؟ إذا نحن ماذا لدينا؟ بي امبليكي. لا كونتخابوزي هي نو كي امبليك نو بي. إذا نحن ماذا لدينا؟ لدي اكس على إيكغيك أصغر تماما جذر 5، ألور اكس زائد 5 إيكغيك على اكس زائد إيكغيك أكبر تماما 5. يعني هذه العبارة المعطاة لا كونتخابوزي هي ماذا؟ هي هذه الذي نود كتابته. إذا نو كي ما هي؟ هي x زائد 5 y x زائد على x زائد y أصغر أو يساوي جذر 5، يعني عكس هذه. ونو بي ما هي؟ عكس هذه. بروبوزيسيون x على y أكبر تماما من 5، فقط هذه عليها نقطة. ثم قال برهن مونتخي كو لا بروبوزيسيون إيفري. معناه نود برهان على هذه. بماذا نستخدم؟ نستخدم العبارة الثانية، يعني المعطى كونتخابوزي حتى تكون سهلة. أولا ماذا لدينا؟ x زائد 5 y على x زائد 5 أصغر أو يساوي جذر 5. هذا امبليك ماذا؟ ان اكس زائد 5 ايكغيك اصغر من جذر اكس زائد ايكغيك. قمنا بتقسيم الطرفين على اكس زائد ايكغيك. بما ان اكس وايكغيك موجب فان العباره تبقى كما هي. ثم نقوم بوضع الاكس في جهه والايكغيك في جهه وتصبح العباره بهذا الشكل. نقوم باخذ ايكغيك عامل مشترك واكس عامل مشترك، تصبح العباره بهذا الشكل. ثم نقوم بتقسيم الطرفين بي على ايكغيك، لا يتغير أي شيء، لكن عندما نقوم بتقسيم 1 ناقص جذر 5 تتغير اتجاه المترجحة. لماذا؟ لأن هذا أصغر من صفر، يعني هذا ال 1 ناقص y هذا أصغر من الصفر، أصغر تماما من الصفر، فقط هذا الجزء، يعني هذا أصغر من الصفر. ما دام هذا أصغر من الصفر عندما نقوم بالتقسيم يكون كيف تتغير اتجاه المتراجحة. لكن هو طلب منا إيجاد، أي يجب أن نجد إكس على إيكغيك أكبر أو يساوي من جذر 5. إذا نقوم بضرب المرافق بهذه الطريقة. بعد التوزيع والتبسيط نجد 5 ناقص 5 جذر 5 على ناقص 4. وهنا ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 4 جذر 5 على ناقص 4 وتساوي جذر 5، وهو المطلوب. إكس على إيكغيك أكبر من جذر 5. أنتقل إلى السؤال الثاني. قال ماذا؟ قال بسط هذه العبارة، يعني هذه العبارة قال بسطها. هنا ماذا لدينا؟ سي اش على اكس زائد اس اش على اكس على اكس. يجي هنا ماذا نفعل؟ نقوم بتعويض في عبارة سي اش. ماذا نعرف على عبارة سي اش؟ كيف تكتب؟ إذا هذه عبارة سي اش اكس واس اش اكس، لكن هنا أعطينا الان اكس، معناه نقوم بالتعويض الان اكس في مكان اكس. واضح هذا الأمر. بعد التعويضات ماذا نجد؟ من أجل x أكبر أو يساوي من أجل x أكبر تماما من الصفر، لدينا إكسبونسيال على x إكسبونسيال ناقص على x في إكسبونسيال على ناقص إكسبونسيال على x. نحتفظ بالإثنان ونقوم بجمع ما هو الفوق. نلاحظ أن هذه مع هذه متعاكسان، إكسبونسيال ناقص على x ناقص إكسبونسيال ناقص x. ماذا يتبقى لنا؟ إثنان إكسبونسيال على x، ونعرف أن إكسبونسيال على x تساوي x. بما أن x أكبر من الصفر فإن يمكن اختصار x مع x أكبر تماما، إثنان على إثنان وتساوي واحد، فقط تساوي واحد. الآن إلى السؤال الثاني. قال احسب هذه النهاية. إذا أعطينا لا بارتي أونتير. دائما عندما يعطى لنا النهايات فيها لا بارتي أونتير ماذا نفعل؟ نتذكر تيرام دو كادرومو، معناه يجب أن نقوم بحصرها بين نهايتين لتطبيق تيرام دو كادرومو. كيف ذلك؟ إذا تابعوا معنا. أولا ماذا نعرف؟ لابارتي أونتيير يعني هذه محققة. لابارتي أونتيير أصغر أو يساوي من إيكغيك وأكبر تماما من إيكغيك ناقص واحد. هنا ماذا لدينا؟ إيكغيك واحد يساوي واحد على إكس ناقص واحد، معناه العبارة تصبح بهذا الشكل. لكن نحن نود إيجاد هذه العبارة، يعني الهدف من هنا حصر هذه العبارة. ماذا نحتاج؟ إكس ناقص واحد مربع. مادام إكس ناقص واحد أس إثنان أكبر من الصفر فاتجاه المترجحة لا تغير. نقوم بضرب الأطراف في إكس ناقص واحد مربع، ثم نختزل ما يجب اختزاله. مثلا هنا إكس ناقص واحد مربع على إكس ناقص واحد تصبح إكس ناقص واحد، وهنا كذلك تصبح إكس ناقص واحد، وهنا تصبح ناقص إكس ناقص واحد مربع. لكن العبارة لم نصل إليها. ماذا؟ نقوم بإضافة 1 على 4 لجميع الأطراف، نضيف 1 على 4 هنا و 1 على 4 هنا. إذا نلاحظ أننا قمنا بحصر العبارة. الآن نقوم بحساب النهاية الجزء هنا والنهاية هنا. إذا هنا النهاية عند x يساوي إلى 1 كم تساوي؟ إذا سنجدها تساوي 1 على 4.
وهنا كذلك 1/4. إذا نلاحظ هنا 1/4 وهنا 1/4، فإن الموجود ما بين المترجحتين كذلك يساوي 4 حسب تيرام دون كادرمون. إذا لا ليميت هذه العبارة كم تساوي 1/4. لماذا؟ لأن هنا لا ليميت عند إكس لما يقول 1 تساوي 1/4، وهنا لما يساوي 1 تساوي 1/4، ومن هنا النهاية تساوي 1/4 حسب تيرام دون كادرمون. الآن إلى التمرين الثاني، قال أوجد حل هذه المعادلة، ثم أعطانا مجموعة بي بحيث تساوي المعادلة الأولى، ثم قال أوجد ماكس سيب والمين واللف. أولا يجب حل هذه المعادلة. ألا تلاحظون أن إكس زائد 3 هو إكس زائد المتكرر هنا وهنا؟ ماذا نفعل هنا؟ إذا تابعوا معنا هنا ماذا نفعل؟ إذا هنا نقوم بوضع شونجمون فاريابل، كيف ذلك؟ إذا تابع معنا هنا، عفوا شونجمون يعني إكس كبيرة تساوي قيمة مطلقة لإكس زائد 3، وتصبح المعادلة بهذا الشكل، بحيث إكس كما تلاحظون هنا إكس زائد إكس كبيرة تساوي إكس زائد 3. إذا المعادلة من الدرجة الثانية، دالتا يساوي 1، معنى الحلول هما بعد حسابات بسيطة إكس 1 تساوي 2 وإكس 2 تساوي 3. معنى ماذا؟ معنى أن القيمة المطلقة لإكس زائد 3 تساوي 2، أو والقيمة المطلقة لإكس زائد 3 تساوي 3. هذا معناه ماذا؟ أن إكس زائد 3 تساوي 2، أو إكس زائد 3 تساوي ناقص 2، أي إكس تساوي ناقص 1 وتساوي ناقص 5. هنا كذلك بنفس الطريقة نجد إكس تساوي 0 وإكس ناقص 6. إذا الحلول ما هي؟ هي إس تساوي ناقص 5 ناقص 1 وناقص 6 وصفر، هذه الحلول. الآن السؤال الموالي أعطينا هذه المجموعة اللي هي المعادلة الأولى، معنى ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المجموعة ب هي نفسها ناقص 5 ناقص 1 وناقص 6 وصفر. ثم قال احسب الماكس والسيب والمين وأف. هذه عبارة عن مجموعة من أعداد ناقص 5 ناقص 1 ناقص 6 صفر. إذا العدد الكبير ما هو؟ هو صفر. إذا معناه أولا يمكن كتابة يعني يمكن حصر مهما كان إكس ينتمي إلى بي فإنه أكبر يساوي من ناقص 6 وأصغر أو يساوي من صفر. إذا لو مينور موجود وماجور موجود، مادام مينور وماجور موجودين فإن السيب موجود واللاف موجود، لكن صفر ينتمي إلى البي. إذا لكن هنا السيب ماذا يساوي؟ يساوي صفر، واللام يساوي ناقص 6، لكن صفر وناقص 6 ينتمين إلى بي. معنى ماذا؟ معنى أن السيب يساوي الماكس يساوي صفر، والمين يساوي اللام يساوي ناقص 6. الآن إلى التمرين الثاني، ماذا يقول؟ إذا تابعوا معنا التمرين الثاني، قال احسب اتدي لا كونتينيتي إلى ديريفابيليتي دو اف، ثم مونتري كو اف اي بيجيكتيف 2000 بي 3 بي سير 2 دون ان انترفال جي ا ديتيرمين، يعني يجب ايجاده. ثم استنتج f موانز المشتقة لناقص 1 زائد بي جذر بي بدون حساب مشتقة f موانز. إذا تابعوا معنا كيف ذلك. إذا تابعوا الحل. أول ماذا لدينا؟ أول شيء لدينا الذي يهمنا لما إكس لا يساوي صفر. إذا لما إكس ينتهي من صفر زائد ما لا نهاية، لدينا كوس إكس زائد إكس جذر إكس ديريفابل. لماذا؟ لأن كوس ديريفابل وإكس ديريفابل وجذر إكس ديريفابل. إذا كونتيني عفوا نبدأ بكونتيني. إذا كونتيني في كونتيني يعطينا كونتيني، وكونتيني زائد كونتيني يعطينا كونتيني، معناه هذا كونتيني من صفر زائد ملايين يعني مستمر. بالنسبة للسؤال الثاني بنفس الطريقة، 1 زائد أن 1 زائد إكس مربع مستمرة وكذلك قابلة للاشتقاق، أي نقصد المجال من ناقص ملايين صفر مفتوح، وهنا من صفر مفتوح إلى زائد ملايين، يعني مجموع دالتين تركيب دالتين يعطينا دالة، معنى تركيب دالة مشتق يعني مجموع دالتين قابل الاشتقاق فهما كذلك قابل الاشتقاق، ومجموع دالتين منتهي مستمرتين فإن مجموعة مستمرتين، و تركيب دالة مع دالة مستمرة فهي كذلك مستمرة. واضح هذا الأمر. لماذا؟ لأن قلنا إكس جذر إكس هنا مستمر، وقوس إكس مستمرة، هنا كذلك 1 زائد إكس مربع مستمر، وآلان إكس مستمر، وإكس 1 مستمر، كذلك قابلين للاشتقاق بنفس الطريقة، لكن الذي يهمنا عند الصفر. إذا عند الصفر ماذا؟ نطبق قانون تاع لا كونتينيتي. إذا لا ليميت بقيم أكبر اف دو إكس، ماذا نضع؟ نضع هذه العبارة. لماذا؟ لأن إكس بقيم أكبر تكون هنا. عند لا ليميت قوس إكس زائد إكس جذر إكس لما إكس يؤول بالصفر موجب يساوي 1 فقط تعويضات. ولكن لما صفر قيم أقل ما هي؟ نضع هذه العبارة وبنفس الطريقة سنجد يساوي 1 كما تلاحظون هنا، وهذا ماذا يساوي؟ يساوي f لزيرو. إذن f كونتيني. الديريفابيليتي كذلك بنفس الطريقة، أولا نقوم بوضع القانون، لا ليميت f دو x ناقص صفر على x ناقص صفر لما x بقيم أكبر يساوي cos x زائد x جذر x ناقص 1 على x، ويمكن تبسيط العبارة بهذا
الشكل كما تلاحظون هنا. إذا نضع جي يساوي كوس إكس والعبارة تصبح بهذا الشكل. إذا هذه ماذا؟ هي عبارة عن مشتقة للكوس إكس اللي هي ماذا تساوي جي بريم لصفر زائد صفر. نعرف أن مشتقة الكوس إكس ما هي سين إكس لما نعوضها بصفر تصبح ناقص سين صفر زائد صفر اللي هي تساوي صفر. الآن جوش بقيم أصغر، بقيم أصغر نضع هذه العبارة، يعني بعد التعويضات نجد هذه العبارة تساوي أن واحد زائد إكس مربع على إكس بقيم أصغر. معناها ماذا؟ معناها هذه لا ليميت تساوي الصفر على صفر، معناها حالة عدم تعيين. ماذا نقوم بشوز مفريات تي يساوي اكس كار، يعني العبارة تصبح بهذا الشكل. ان واحد زائد اكس مربع على اكس مربع في اكس، لما نضع قلنا ضرب البسط والمقام في اكس، لما نضع اكس يساوي تي يساوي اكس كار، العبارة تصبح بهذا الشكل. هذه لا ليميت شهيرة تساوي واحد، هو جذر زيرو هو صفر وتساوي صفر. لاحظنا ان تعريف المشتق بالنسبة للصفر موجب والصفر سالب وجناه يساوي صفر. إذا ديريفابل قبل اشتغال صفر هو اف بريم لزيرو كم تساوي صفر. الآن لتبين أن اف بيجيكتيف من بي 3 بي سير دو، ماذا نفعل هنا؟ نفعل تيرام دو بيجيكسيون مونوتون. معناها ماذا؟ نحسب الاشتقاق في المجال بي 3 بي على 2. ماذا تساوي المشتقات؟ تساوي ناقص سينس اكس. اولا يجب ان نقول ان اف كونتيني اي ديريفاب من بي 3 بي سير 2 اي اف بريم تساوي ناقص سينس اكس زائد 3 على 2 جذر اكس اكبر من 0. لماذا؟ لان سينس اكس اقل من 0 من بي 3 بي على 2. معنى ماذا؟ اف اي دونك ستريكتومون كرواسونت. دروك عندنا الداله متزايده تماما وكونتيني وديريفابل دابري تيرام دو لا بيجيكسيون مونوتون اف اي تي بيجيكسيون دو بي 3 بي سير 2 اي جي دون لانترفال جي. معنى ماذا؟ نقوم بتعويض اف هنا وهنا. اذا اف بي ماذا تساوي؟ لما نعوض في هذه العباره نجد ناقص 1 زائد بي جذر بي، وكذلك لما نعوض في اف في العباره الثانيه 3 بي سير 2 نجد 3 بي على 2 جذر 3 بي على 2. اولا السؤال المولي قال احسب اف موينزان مشتقه لناقص بي زائد بي جذر بي. اولا يجب معرفه قانون المشتقة، هذا هو القانون المشتقة. ثم نعوض بماذا؟ كما قال لنا ناقص واحد زائد بي جذر بي. لما نعوض ناقص واحد زائد بي جذر بي هنا تصبح العبارة بهذا الشكل. الآن كيف هذه اف موان زا اللي ناقص واحد زائد بي جذر بي ماذا تساوي؟ تساوي بي. لماذا تساوي بي؟ لأن هنا لاحظوا هنا ماذا لدي اف دو بي تساوي ناقص واحد زائد بي جذر بي هنا، نعم أو لا. عندما نقوم بإدخال اف موان زا للطرفين تصبح بي ماذا تساوي؟ تصبح بي تساوي اف موان زا لناقص واحد زائد بي جذر بي اللي هي بي، واف موان زا لبي لما نعوضها هنا نجد ثلاثة ثلاثة على اثنان جذر بي وتساوي اثنان على ثلاثة جذر بي. فقط وضعنا قوانين لا أكثر. الآن إلى التمرين الرابع. ماذا قال التمرين الرابع؟ قال احسب مشتقات متتالية اف بريم اف دو بريم اف ثلاثة واف مشتق ثالث مشتق الرابع. اذا نعرف احنا المشتق تاع الكوس اكس ماذا يساوي؟ يساوي اذا نبدا اولا مشتق كوس 2 اكس مشتق يعني مشتق من الداخل في ناقص سينس اكس يساوي ناقص 2 سينس 2 اكس. مشتق سينس ما هو؟ كوس. مشتق ما داخل سينس ما هو؟ 2 2 في 2 4 ناقص 4 كوس 2 اكس. وهنا كذلك المشتق الكوس ما هو؟ ناقص سينس ناقص مع ناقص تصبح زائد، و2 في 4 تصبح 8. المشتق سينس ما هو؟ هو كوس. ومشتق سينس 2 اكس هو 2 كوس 2 اكس في 4 في 8 تعطينا 16. اذا هذه العباره اولا قال هنا. ثم قال اكريغ لا فورميل دو تايلور. اذا لا فورميل دو تايلور الورد كات، يعني عبارة تايلور الورد كات موجودة في الدرس، يعني هذه هي العبارة تاع تايلور لورد كات. نعم اف لزيرو زائد اكس اف بريم لزيرو زائد اف بريم زيرو اثنان فاكتوري اكس كاري الى اخره، هذه هي العبارة. ثم قال احسب في الاخير ماذا قال؟ قال ثم ديدوير لا ليميت. اذا قال ديدوير لا ليميت، اولا نطبق قانون تايلور. اذا تايلور هذه عباره تايلور بعد التعويضات اف دو 0 تساوي 1 اف بريم دو 0 تساوي 0 واف دو بريم 0 تساوي ناقص 4 واف بريم دو 3 تساوي 0 واف بريم دو 4 تساوي 16. اذا بعد التعويضات العباره ستصبح بهذا الشكل، ستكتب بهذا الشكل هذه العباره دو اف دو اكس ديفر ليميت الورد 3. واضح هذا يعني لورد 3 اف دو اكس تساوي كوس 2 اكس. واضح هذا الامر. اف دو اكس تساوي كوس اي هذه هي العباره تاع الكوس 2 اكس. هنا ماذا نفعل؟
نقوم بماذا؟ نقوم بتعويض. نعم صحيح، نعم انتهينا من السؤال هذا. الآن قال استنتج هذه النهاية، نقوم بتعويض كوسين اكس بهذه العبارة كلها. لماذا؟ لأن أبدو اكس تساوي كوسين اكس، لما نعوض هنا هذا يختزل مع هذا وهذا مع هذا، ماذا يتبقى لنا؟ 2 3 اكس اكس أس 4 على 4 تختزل، ويتبقى لنا 2 على 3، الله لا مثل ما اكس يؤول إلى 0 تساوي 2 على 3. ماذا طبقنا هنا؟ طبقنا الديفلوبو ليميت 2 اكس بمساعدة فورميل دو تايلور هنا. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.